هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي لوسيت تي في، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج لوسيت برونوستيك باي كوتي سبور، البرنامج الخاص بتوقعات نتائج المباريات الوطنيه والدوليه. سعيد في الحلقه مره اخرى انني نستضيف الاطار الوطني ميديكسو. سي ميدي، شكرا جزيلا على قبول الاستضافه. شكرا سي عبد الجليل، ومرحبا بجميع المتشجعين الكرام. ميدي، اليوم غنتكلموا على مواجهات الدوره الثالثه من الدوري الاحترافي انوي، ونبداو باول مباراه اللي غتجمع بين فريقي نهضه الزمامره والجيش الملكي. كبدايه فهي مقابله صعبه، لانه كنعرفوا الضغط اللي الان اصبح كيلوه في الافق بالنسبه للفريقين، لا نهضه الزمامره ولا فريق الجيش الملكي، بحكم انه المقابلات الاولى عرفت الهزائم ديال هاد الفريقين هادو. مقابله اللي غيحتدم فيها الصراع بين الفريقين، لانه من اجل الانعتاق والانقاذ ديال اصلاح الصوره ديال الفريقين في بدايه الموسم. فكنعتقد انه ربما الفرصه الاخيره للمدربين، لا سواء السي طالب او المدرب العلوي الاسماعيلي، فكنعتقد انه مقابله تقدر تمشي لناجي التعادل. نمشيو للمباراه الثانيه واللي غتجمع بين فريقين المغرب الفاسي ويوسفيه برشيد. مقابلة ربما تكون مفتوحة، شاهدنا الأداء اللي قدمه فريق المغرب الفاسي في المقابلات الأولى، المقابلة الأولى اللي انتصر فيها ضد فريق الجيش الملكي، كيكرس الأداء ديالو في المقابلة الثانية ضد نهضة البركان، وكيحصل على نتيجة التعادل اللي كانت في محله. كنعتقد أنه برشيد البداية لم تكن بالجيدة، ولكن كنعتقد أنه ربما الأفضلية لفريق المغرب الفاسي لحيازة ثلاث نقاط في المقابلة هذه. مهدي، مباراة أولمبيك أسافي والوداد الرياضي. ومقابلة ربما ستكون جيدة من بعد الأداء الجيد اللي قدمه فريق أولمبيك أسيو للفريق الوداد البيضاوي في المقابلة الأولى، فكنعتقد أنه مقابلة بنكهة خاصة، مقابلة ديال عبد الهادي السكيتي ولإرجاع ولإثبات الذات ديالو، كنعرفوا المرحلة اللي قادم فيها فريق الوداد البيضاوي، فكنعتقد أنه ربما ستكون مفتوحة على الفريقين. الوداد البيضاوي من بعد الرجوع ديال فوزي البنزرشي واستقطاب عدة لاعبين شاهدنا فريق آخر في المقابلة الأولى، فكنعتقد أن النتيجة ديالها تمشي نتيجة التعادل كذلك. مهدي، مباراة حسنية أكادير وشباب المحمدية. لا، اللي شار انتباه ديالي واللي كيف ما جميع المتابعين الكرام هو الأداء الفرجاوي والأداء الجميل اللي كيقدموا لاعبي فريق شباب المحمدية في المقابلة الأولى. فكنعتقد أنه كيف ما قلنا في مقابلات عديدة أنه شباب المحمدية سيكون رقم صعب هذا الموسم هذا، بحكم الظروف المتاحة، بحكم الأدوات اللوجستيكية اللي كيسخرها رئيس الفريق، وكذلك بالقياده ديال المدرب محمد امين بن هاشم اللي قام عمل كبير منذ السنه الفارطه. فكنعتقد انه شباب المحمديه يحصد النتائج ديال الاستقرار التقني والاستقرار الاداري، فكنعتقد انه مقابله لتكريس الذات او لارجاع الهبه ديال فريق حسنيه اكادير، لانه كنعرفوا الهزيمه الاولى اللي حصل عليها فريق حسنيه اكادير داخل الميدان، فربما كانت بمثل الصفعه على الاشبال ديال فريق المدرب منير شبيل، ولكن كنعتقد انه مقابله تلوح في الافق وتمشي النتيجه ديالها لحسنيه اكادير، لانه كنعرفوا محتاج لهاد النقاط الثلاث هادو في المقابله الاولى. مباراه سريعه وزم ونهضة بركان. ونهضة بركان فريق اللي عنده واحد الاستقرار تقني اداري منذ ثلاث او اربع سنوات، فريق اللي كيقدم اداء فرجاوي كبير، فريق اللي اصبحنا كنشاهد نوع على المستوى البدني جاهز 100%، فريق واتزم في محاوله لارجاع الذات ديالو بالقياده ديال يوسف فرشوت، لانه كنعرفوا التغييرات العديده بالنسبه ديال الفريق، لانه الفريق غير الرجل ديالو بالنسبه ديال 90%، عده لاعبين جلب عده لاعبين وصرح عده لاعبين اخرين، الفريق في اعاده بناء الهيكله، ولكن كنعتقد انه نهضة بركان ربما يحقق الانتصار في هذا اللقاء. مباراة المغرب التطواني والدفاع الحسني الجديد. هو علامة استفهام كبيرة على المردود سواء التقني والبدني والتكتيكي للفريق الدفاع الحسني الجديد بالقيادة ديال الإطار الجزائري بن شيخة، لأنه مقابلتين مع هزيمتين. انتظرنا الدفاع الحسني الجديد بالعوده ديال الاطار الجزائري انه نشوفوا الاداء غادي يتغير، نشوفوا فريق فرجاوي، نشوفوا فريق اللي غيحصد نتائج ايجابيه، ولكن غير ذلك حصل. فشاهدنا فريق انه متشتت الصفوف، لاعبين شارد الدين خصوصا على مستوى الدفاع، لانه الفريق كيعرف عده هفوات وكيعرف عده مشاكل في الخط الدفاعي ديالو. كنعتقد انه ملزوم عليهم انهم يتوحدوا ويلتحموا الصفوف ديال الفريق الجديده. كنعتقد انه تطوان بالاداء الفرجاوي منذ السنه الفارطه
هاد السنه هذه مع ماكيدا المدرب الاسباني ربما الفريق يكون عنده المردود ديالو البدني احسن من اجل مسيره الموسم، لذلك كنعتقد انه مقابله تنتهي بالتعادل. مباراه الرجاء الرياضي ومولوديه وجده لا هي مقابله خاصه، لانه كنعرفوا داك الديكليك اللي قام به فريق مولوديه الوجده من بدايه هذا الموسم هذا باستقطاب الاطار الوطني عبد السلام وادو، استقطاب عدد كبير من اللاعبين وتصريح عدد اخر كبير من اللاعبين اخرين، فهذا اعطى الفريق انه داك الديكليك، حاول انه يضخ دماء جديده للفريق، حاول انه يجلب لاعبين اجانب اللي انه كنعرفوا كانوا كيمارسوا على مستوى عالي من الاحتراف. فكنعتقد انه الرجاء البيضاوي كذلك باللاعبين ديالو رغم انه ما قامش بانتدابات كثيره، ولكن فريق الرجاء البيضاوي دائما لديه ديك تلك الهيبه، لديه هذيك داك النهج الهجومي ديالو رغم القوه الذهنيه للاعبين، لانه الفريق رغم انه كيكون منهزم في فترات من اللقاء، ولكن القوه الذهنيه ديال اللاعبين والاستعداد البدني الجيد للفريق كيسمح لي انه يعود في عدد كبير من اللقاءات. فكنعتقد انه مقابله ستلوح الفريق الرجاء البيضاوي وسيحقق الانتصار فيها. المباراة الأخيرة بين الفتح الرياضي واتحاد طنجة لا هي مقابلة كنعتقد أنها تكون جميلة بين إطارين مغربيين المرابط والسيل الخلفي، مقابلة ديال الفريقين اللي عندهم عدد كبير من اللاعبين الشباب، مباراة بين فريقين اللي كيحاولوا يبنيوا الهجمات ديالهم من الخلف، بمباراة بين فريقين اللي كيحاولوا أنهم يقدموا أداء فرجاوي وأداء جميل. فكنعتقد أنها مقابلة مغرية بالمتابعة وربما ستنتهي بنتيجة التعادل مع عدد كبير من الأهداف. مهدي شكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا سي عبد الجليل ومشكور على الاستضافة مرة أخرى. وحنا كما العادة مشاهدينا أعطينا التوقعات ديالنا في انتظار الآراء ديالكم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.